خبز التمر، كوب تمر مقطع أنصاف، 1.5 كوب ماء مغلي، 3 كوب دقيق كامل، ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة حبة البركة، 2 ملعقة كبيرة شمر، وللتقديم حبة البركة وسمسم محمص. أعزائي المشاهدين، خبز التمر من الأكلات اللطيفة، بتقدم بكذا شكل ومغذي جدا. طبعا إحنا في البداية كلمة خبز التمر معناها لابد يكون في تمر. التمر، خلينا أستعرض الأنواع التمر اللي ممكن نستعملها. تمر عادي ممكن أشيل أنا النوى وأستعمله، أو إذا حبيته معجون التمر. بس أنا شخصيا معجون التمر، خصوصا هلأ في الأسواق، أصبح يعني أنواع كتير، وللأسف مش كل الأنواع بتبقى صافية، يعني صاروا يخلطوا ما بتعرفي. بعدين بحس هذا أطيب. هذا أطيب. فكل ما إجتكم فرصة تستعملوا التمر الفريش أو التمر الطازة أو التمر الخام، خلينا نقول بلاش كلمة فريش وطازة، لا تنطلق على التمر الخام يعني، فبيبقى أفضل. هحتاج أحط التمر في أي كسرولة صغيرة، وبالنسبة للمقدار هون طبعا تقريبي، ما فينا 100% نحدد كمية التمر اللي بنستعملها. أعتقد هالكمية معقولة. هبتدي أضيف عليه مي وأحطه على النار، أو إذا حبينا تكون المي مغلية ممكن أضيفها مباشرة وأسيبه هيك لحوالي دقيقة لغاية بس ما يأخذ غلوة خفيفة، بيصير عندي بالشكل هذا. هلأ عندي أنا هون التمر اللي هو صار منقوع وصار لين. لاحظي حنين كيف بيبقى شكله. هذا التمر اللي هستعمله إني أعجن فيه الخبز، عشان هيك نقول لك الخبز هذا فعلا قيمته الغذائية كتير كتير كويسة. عشان أستفيد هلأ من خلاصة التمر، ممكن طبعا أنا أهرسه في مصفاي، أو إذا حبينا ممكن نستعمل المصفاي هاي مباشرة على وعاء الخلاط. أنا هحط المصفى وأبتدي أهرس التمر. في ناس بحطوه بمصفاي عادية وبنضغط عليه بظهر المعلقة لغاية ما نأخذ خلاصته، ولكن هذه بتبقى مريحة وسهلة يعني. حصب التمر بالشكل هذا وأبتدي بس أهرس بهالطريقة. هي ما بتأخذ مجهود، بس لنتأكد إنه قدر الإمكان أخذنا معظم خلاصة التمر بالطريقة هاي. وهون طبعا عندي كتير تعليقات على موضوع نوع التمر بيفرق معي، كمية خلاصة التمر هذه بتفرق من نوع لآخر، فأرجو إنكم تكونوا مرنين في تحديد الكميات، لأنه هذه حتأثر علينا بمقدار الطحين اللي حنستعمله. يبقى عندي خلاصة التمر بتبقى بالشكل هذا، إن شاء الله تبقى واضحة معكم في الكاميرا، بتبقى بالطريقة هاي. هبتدي هلا اضيف الطحين، تقريبا حتاخذ 3 كوب طحين. نبتدي نضيف السكر، حوالي معلقه من السكر. هبتدي هلا انا زي ما قلنا نضيف مقدار الطحين. انا ححط 2.5 كوب، وبعد هيك نشوف قديش حتحتاج. الخميره الفوريه طبعا مباشره احنا حنضيفها. أعزائي المشاهدين، حبتدي أنا هلأ أعجن. لاحظة هلأ ابتدت تتكون عندي العجينة، ممكن هيك معقولة. أنا هلأ بعد ما تكونت ببتدي أحسب 3-4 دقائق. اللي في الوقت الأول مش محسوب، لأنه هلأ بدها تنعجن. هلأ هذا اسمه وقت العجن. في ناس كتير بتلخبطوا بالموضوع هذا. العجن هذا مهم جدا، يأخذ راحته وقت. يعني إحنا لو بشغل على أيدي بدي أعجن حوالي 8 دقائق 10 دقائق تأخذ. يعني في وقت لخلط المكونات، وقت أنه يعني العجن لحاله. بالضبط. هلا بالنسبه للاضافات، اذا انا حابه اضيف اي اضافات للعجينه، بضيف حبه البركه حسب الرغبه. في ناس بكتروا بقللوا زي ما بتحبوا. حخليها برضو جنبي، حستعملها انا مره تانية. شويه الشومر وشويه السمسم. السمسم خليني اخليه برا، ما بدي اخليه في الداخل، هيبقى بس على سطح العجينه.
يبقى بنسيبها لغايه ما تنعجن زي ما قلنا كويس جدا، وبعد هيك هخليها في مكان دافئ لغايه ما يتضاعف الحجم. هنشوف بعد هيك كيف هيبقى شكلها، بس خليني اورجيك اياها كيف بتكون. خلي بس على الكاونتر هيك رشة طحين خفيفة وابتدي ألمها بهذه الطريقة. هيك أصبحت عندي العجينة جاهزة. زي ما قلنا بنسيبها ترتاح عدة ساعات، وخلي بالكم إنه عشان فيها تمر شوي هي مختلفة، مش زي أي عجينة تانية، حتحسوا إنها ممكن فيها تقل، فممكن تأخذ وقت أطول في التخمير عن عجائن البيتزا والمخبوزات اللي إحنا دائما متعودين نعملها. أعزائي المشاهدين خلينا نشوف بعد هيك طريقة تقطيع وتشكيل العجينة. هلأ حنين إحنا عنا طريقتين لخبز أو تشكيل هذا الخبز، إما إذا حبيتوا تعملوه على شكل أقراص زي خبز البرجر بيبقى عندي بالشكل هذا، أنا مخليها لكم إياه هيك على جنب أجهز، تبقى كرات بالطريقة هذه. هذه كتير بسيطة، ممكن نعمل سامبل، بس خلينا أقول ملاحظات مهمة لتشكيل الكرات بنجاح. هقطعها بالطريقة هاي وأحطها على كاونتر ما فيش عليه طحين. احنا دائما بننخل طحين وبنفرد على طحين، هون لا، عشان اعمل البانز هذه او الكور بحطها بالطريقه هاي بباطن الكف. خليني اشيل بس هذه بباطن الكف، ببتدي اضغط عليها وانا بلف حركتين في نفس الوقت بعملهم بشكل متساوي، يعني الاثنين سوا. انا طبعا بتشوفوا ايدي بتتحرك، بس ما عم بتشوفوا ايدي عم تضغط، انا بضغط في باطن الكف بالطريقة هذه. أول ما تيجوا تعملوها حتلاقوها صعب إنها تلف معاكم بالطريقة هاي، ولكن شوي شوي بتصير عندكم هالمهارة المطلوبة لغاية ما تتكور عندي على شكل كرة. هون تكون عندي زي دوامة في الداخل، يعني هاي الفتحة من الداخل صارت العجينة كلها ملفوفة على بعض، وهذا الترابط مهم جدا عشان أحصل على الشكل البادي. طبعا بخليهم في الصينية هاي، طبعا نعمل سامبل تانية، خليهم في الصينية لغايه ما يخمروا، وبعد هيك بقدر اخبزهم بالطريقه هاي. بيبقى عندي خبز نفس هذا الشكل، خبز لطيف جدا. هذا اوبشن 1 او اقتراح الاول. في عندنا الاقتراح الثاني، حنرش رشه طحين وممكن ناخذ قرص من هدول ونبتدي شويه طحين بالطريقه هاي، نفرد على شكل قرص. هون انا بدي اعمله زي رغيف مشوي شوي او مخبوز شكل دائري مع مسحه بالطحين كل شوي. هلا بس يوصل للحجم اللي انا بدي اياه، ممكن هذا المقاس معقول او اكبر او مش مشكله حسب ما بترغبوا، في ناس بيعملوه اكبر كتير. باخذ هلا شويه سمسم وشويه شمر احنا حاطين طبعا في الداخل حبه البركه اذا بتتذكروا، في برضه باخذ حبه البركه ثاني واضغط عليه بايدي بالطريقه هاي. هون بيضلوا مبين اكثر، مش زي اللي هون مختفيين. بضغط عليه بالنشابه لغايه ما يلزق عندي حبه البركه بهذا الشكل. بحطهم على جنب، عندي هون فوطه بحطهم بالطريقه هاي مع قطع من ورق الزبده عشان ياخذوا راحتهم. صعب اني افردها وعلى طول اشويها او اخبزها، لازم ترتاحي. كل ما ارتاحت كل ما كان افضل، فبحطهم بالطريقه هذه قطعه فوق قطعه ما بينهم ورق الزبدة عشان يكونوا مرتاحين شوي، وعشان أقدر بعد هيك إني أقدر أخبزهم. بحطهم على الشواي الكهرباء بالشكل هذا وبستنى لوقت بسيط نشوف مع بعض كيف الأحين خبزوا. ممكن نحط اثنين سوا، بتكفي ولا كفي؟ شو رأيك حنين؟ نمشي الحال. يا دوبك هبتدي بالملقط بس اقلبها بالطريقه هاي. بدت الريحه تطلع. بستمر هلا بتقليب طبعا رغيف الخبز على الناحيتين لغايه ما يستوي عندي. ما شاء الله شامه طيبه. انا حاطه على اعلى درجه حراره عندي في الشواي، لابد استمرار التقليب اعزائي المشاهدين لغايه ما يستوي عندي طبعا الخبز. برضه بنفس الطريقة بسخن صاج يبقى سخن كتير كتير قوي وببتدي أقلب. هلأ شامي ريحة أنت الشمر ما طلعت مع لأنه عشان بخبز التمر هذا مميز على فكرة بريحته، عشان فيه جوا في الداخل تمر.
أعزائي المشاهدين من أنواع الخبز اللطيفة جدا جدا وطيبة. ننتظر شوي هيك بس لا يبدأ يفتح معي. أعزائي المشاهدين هو هيك بضع دقائق بس وبيبقى عندي جاهز خبز التمر. طبعا يفضل أني بس أشيله برضو نفس الفوطة اللي كنت أنا بشتغل فيها أخليها تبقى قريبة جنبي على طول أشيل أحطه بالفوطة عشان يضله طري سوفت هيك. شو رأيك بهالريحة؟ ما شاء الله يعني. أعزائي المشاهدين ابتدت ريحته تطلع أكتر وأكتر. نقلبه على الناحية الثانية. أعتقد هيك استوى. شو رأيك؟ خلص. أقطع لك شقفة صغيرة تذوقي. أوكي. بس انتبهي لأنه حيبقى سخن. تفضلي حنين. زي ما قلنا بنشيله على طول على قطعة فوطة المطبخ. شو رأيك؟ طيب كثير. نحط واحدة كمان. وزي ما قلنا يبقى هالخبز إن شاء الله يكون عجبكم. طريقته كثير سهلة. وممكن أكون على فكرة أنا فردة وحطاه بالثلاجة قبل بوقت. بس أطلعه شي 10 دقايق قبل ما بدي أشوي. لأنه طيب سخن. صح؟ وريحته هيك بيبقى شيء جميل. إنه ممكن ست البيت في مطبخها تقدر تعمل هيك أطباق. شوف هاي برضك بدت تنفش معنا. أهم إشي يرتاح بعد ما أفرد. إذا أعطيته مجال بعطينا نتيجة كتير طيبة. نقلب على الناحية الثانية بالطريقة هاي. أعزائي المشاهدين لبين ما نكمل إحنا خبز الخبز نبتدي أنا وحنين نجهز الطبق الرئيسي. شو رأيك حنين؟ بس خليني أشوي هذه كويس. خبز التمر